مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، لا زالت الإثارة متواصلة هنا من أرضية ميدان التحدي بهذه الانطلاقات التي تتوالى على أرضية الميدان بانطلاقة وتحديات مهرجان الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه يا رب العالمين، بهذه الانطلاقات الشيقة وبهذه التحديات لهذه الشعارات التي تتواجد بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الكبير لمنافسات الحقائق من الأربعة كيلومترات، هي المسافة المقررة والمحددة لمثل هذه التحديات. ننطلق في أول جولاتنا التعريفية على المركز الأول، نرى في هذه اللحظات غادة متواجدة على المركز الأول، متواجدة لأحمد بن جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي الذي يقدمها لنا على المركز الأول، ولكن من الجانب الأيمن والتسلل الذي يتواجد هنالك التسلل الملحوظ مع من وصلت في هذه اللحظات إيعاز. نعم، أطلقت الإيعاز على المركز الأول، تتواجد على مقدمة الشوط بهذا شعار فلاح بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري الذي يتواجد على المركز الأول بانطلاقة شعاره وتحديات إعاز. نقلتنا إلى ثاني المراكز، وصلت في هذه اللحظات وانطلقت هنالك من تواجدت عسيلة، وصلت على ثاني المراكز لعلي بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي المري الذي وصل مع ثاني المراكز. ثالثا فهنالك منصورة باحثة عن النصر، باحثة عن الانتصار في مثل هذه التحديات والمواجهات، منصورة بشعار إبراهيم بن حمد بن فهد الرمزاني النعيمي الذي يقدمها بهذا التحدي. رابعا فهنالك وصلت في هذه اللحظات شقرة بانطلاقتها وتحديات شعار حفيظ بن عبد الله، نعم حفيظ بن حمد بن عبد الله المري الذي يقدمها لنا في مثل هذه التحديات الكبيرة وفي مثل هذه انطلاقات. ها هي الأربع المراكز الأولى، ولكن تداخل المراكز في مثل هذه اللحظات والانطلاق من الجانب الأيمن، وصلت رعود الله يا رعود بتحديات وانطلاقة نحماس بن سعيد بن علي الشيبة، الله الله الله. ها هي الخمسة المراكز الأولى بانطلاق وتحد ملحوظ مع هذه الشعارات. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الرقم الأول هنالك الصدارة الأولى مع من تتواجد على مقدمة الشوط بانطلاقتها إيعاز، لازالت إيعاز لازالت متمسكة بالصدارة بانطلاقها على مقدمة الشوط لفلاح بن محمد بن راشد بن كذلك الدوسري، ولكن وصلت في هذه اللحظات وانطلقت كذلك الدوحة في أول إذاعة للدوحة، الدوحة لعبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شندان المري الذي انطلق بانطلاقة التحدي. ها هي على المركز الأول الدوحة، الدوحة الدوحة، نعم على المركز الأول، ولكن ثانيا فهنالك رعود، رعود يا رعود الله يا رعود، محماس بن سعيد بن علي الشيبة، الله الله الله، كيلو وميتين ما تبقى عن نهاية هذا التحدي، إعلان لجميع المضمرين. ها هي كذلك التحدي، وها هي من تصل كذلك على ثالث المراكز، منصورة، منصورة يا منصورة مع إبراهيم بن حمد بن فهد الرمزان النعيمي، وكذلك أول إذاعة لمن وصلت هنالك على رابع المراكز، وصلت ريهان، نعم ريهان وصلت لعبد الله بن أحمد بن عبد الله الذي يتواجد الرمل مع رابع المراكز بانطلاقة ريهان، ولكن لا زالت على المقدمة هنالك الدوحة، الدوحة الدوحة، لا زالت مسيطرة الدوحة بانطلاقتها وتحدياتها. هنا متواجد لعبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري، الله الله الله، رعود ثانيا، رعود ثانيا من الجانب الأيمن، الله يا رعود، محماس بن سعيد بن علي الشيبة، وكذلك شعار النعيمي مع منصورة إبراهيم بن حمد بن فهد الرمزاني النعيمي على ثالي المراكز، وثالثا فهنالك عسيلة علي بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي، ولوك
ولكن الله 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 يا أرض احفظي ما عليك، يا أرض احفظي ما عليك. الله يا الدوحة، الله يا الدوحة، انطلقت الدوحة، انطلقت الدوحة بعنفوانها، بانطلاقتها، بأمتارها النهائية تؤدي العروض الممتازة. ها هي الدوحة بانطلاقتها بتحديات عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري. ها هو يصل إلى خط النهاية. نعم، مع الدوحة سلام وتحية واحترام على وصول الدوحة على المركز الأول. تهانينا لعبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري ثانيا، فكان الوصول مع منصور إبراهيم بن حمد بن فهد الرمزان النعيمي، أما ثالثا فكان الوصول ثالث المراكز قرصنة لصالح بن سالم بن محمد بن حمد بن مانعه، أما رابع المراكز كان الوصول مع الضبي لسالم بن حزام بن محمد بن راشد المري. خامس المراكز فكان رعود، نعم وصلت رعود لمحماس بن سعيد بن علي الشيبة. التوقيت الزمني لحظة وصول كذلك 6 دقائق ثانيتين 9 أجزاء من الثانية. الدوحة لعبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري، تهانينا وألف مبروك. وكان ثانيا هنالك بتوقيت الزمني 6 دقائق 7 ثواني و5 أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك منصورة إبراهيم بن حمد بن فهد الرمزان النعيمي. أما ثالث المراكز فكان التوقيت الزمني 6 دقائق 8 ثواني و3 أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك قرصنة صالح بن سالم بن محمد بن حمد بن مانع.